يبيني ده اول يوم كنت اسوي الرجل ذا يقول هذا السق يقول الله يرزقنا بالشهرة. لا خلاص انت ان شاء الله من اليوم رايح مشهور باذن الله. يعني يصوروا مع الاسد. اي بس انت جيب قصيده صح شو بس اي وبنشر سناباتك حط سنابك وين ضبط خويا. مرحبا محمد. الحين خلصنا؟ اي نعم قبل شوي خلصنا من فصل القران والان مراجعه القران الكريم. الحين هذا تقويه الدروس. اي يتيم عنده نقص في بعض المواد يضعف في الدراسه هنا معهم المعلم يبدا يراجع معهم دروسهم ويسوي لهم تقويه المرحله الابتدائيه والمرحله المتوسطه. الله يوفقكم. السلام عليكم. اجلس معهم خذ جوله شوي. ما شاء الله تبارك الله. عندهم تمرين عن خط الربعة خط النسخ في مادة اللغة العربية للخطوط العربية هناك معروف. طبعا عندنا هذا مكتب خدمات الأعمال. هذا خدمات الأعمال. طبعا أحيانا الواحد يحتاج أن يدخل الإنترنت ويطبع سواء الأبشر أو أي شغلة يحتاجها سواء دراسية أو خاصة له بدل ما يطلع المكتب. ما شاء الله أو مكتب يأخذون عليه رسوم. وفرنا هنا كل الأمور طابعة جهاز كمبيوتر انترنت كل شيء يحتاجه هنا موفر. اي شيء يبيه الطالب يجي هنا يحصل خدمه البريد خدمه الانترنت خدمه الطباعه مواقع خدميه خدمه النسخ ماسح الكتروني كل شيء يحتاجه يقدم له هنا مجاني. فيجي الطالب هنا انترنت موجود اوراق موجوده يبغى يطبع اي شيء كل حاجه متوفره هنا. شو هذا بعد مكتب؟ مكتب هنا يجي يكتب. ما شاء الله الدفعات. لا 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 احنا نحاول ان اليتيم ما يدفع شيء برا. يا سلام. قدر الاستطاعه ان نحاول ان اليتيم يخدم هنا مجاني. ممتاز. الله يبيض وجهك. الله يعافيك. الله يقويكم ان شاء الله يبيض وجهك. هلا ابو محمد. تبي حكمه يا ابو؟ اي والله. يقول لا تتوقف حينما تتعب. توقف حينما تنتهي. يا سلام. لو تتعب مره مرتين ثلاثه تاكد ان في شيء مكتوب لك قدام. حاول انك تضغط على نفسك وتجيب كل ما عندك. احيانا الواحد يقول لا انا خلاص انا كذا وقفت. لا انت ما وقفت انت عند نفسك انت تحس انك وقفت. صح اي والله. بس حاول انك تضغط على نفسك مره ومرتين. ما في شيء يجي بالسهوله. الشيء اللي يجي بتعب ترى له لذه والشيء اللي يجي بسهوله ترى ما له اي لذه. فالشيء اللي يجي بتعب انا احس انه هو الشيء اللي الواحد يستاهل انه يستانس عليه. اي والله ويمشي له. صح. عسى ان شاء الله يوفق الجميع. لا تتوقف يا اخي. يا ولد احنا بناخذ الصور هذه ونروح نعلقها عندنا بالمتجع. والله لا تتوقف عن الحلم حتى لو عن هذا الدور الثالث. هذا المواهب التصوير كامله. ابو محمد يا مرحبا. وش هالمكتب هذه؟ قاعه للتدريب. تفضلوا. طبعا القاعه هذه تكفي 50 شخص ما شاء الله تبارك الرحمن. الاتصال مع القسم النسائي كذلك قاعة تدريبية تكفي 50 شخص. هنا يقام فيها الدورات التدريبية. يعني يقام فيها الدورات التدريبية كاملة هنا. وفي طبعا في شراكات مع الجهات الحكومية تصير دورات مثلا مع